يقول جاء في كتاب المؤلف أن رحمه الله أن الرجل إذا تعلق قلبه بامرأة أن ذلك ينافي العبودية، لا سيما إذا طلب رضاها. ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلتمس رضا زوجاته في غير معصية، فأرجو التعليق على ذلك، حيث إن بعض ضعاف النفوس في زوجاته أخذا لذلك. هذا هو أن إرضاء الزوجة إعطاء حقها، إعطاها حقها والعشرة بالمعروف، أمر الله بها وعاشرهن بالمعروف، لها حق بلا شك. إنما الكلام إذا آثر رضاها على رضا الله جل وعلا. إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأخواتكم، إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله وقال زوجته رضا فلا العبودية أو نقص. أما لم يقدم إنما أعطاها حقها هذا أمر مطلوب.